66 نقطة، لكن الأهلي لعب أقل من بيراميدز 3 مباريات، في حالة حصوله على ال9 نقاط من ال3 مباريات هيبعد بفارق 7 نقاط كاملة عن نادي بيراميدز. وأنا بقول بالفم المليان مبروك للنادي الأهلي الدوري العام. أما في منطقة الهبوط، داخلية هبط رسميا وما زال الصراع محتدم بين المقاولين والبلدية وفاركو والإسماعيلي والجونة، كل دول مهددين بالهبوط. طيب طبعا ماتش النهاردة هنحلله بشكل كبير طبعا مع الكباتن الكبار، لكن باختصار شديد جدا بحب دايما أقول رأيي كده خفيف، يعني إنه الأهلي يبقى هو الأهلي، الأهلي يبقى هو الأهلي. صعب المنال تماما إن أنت تلعب قدام الأهلي وتحصد 3 نقاط، هذا بواقع التجارب وذكريات السنين الطويلة. الأهلي قدم عرضا في منتهى القوة في شوط المباراة الأول، إلى حد ما نسبيا بدأ بيراميدز في الشوط الثاني في تبادل الهجمات، ولكن يبقى الأهلي يحسم الموقعة تماما. طبعا عكر صفو هذه المباراة اللي اتسمت بالروح الرياضية الجميلة بين اللاعبين طوال شوطي المباراة، اندفاع ما كانش له أي معنى الحقيقة من اللاعب محمد الشيبي اللي كان يبحث عن ضلته من وجهة نظري. يعني هو طبعا بيلعب ناحية اليمين، ولجل حظه ان حسين الشحات لعب ناحية اليمين لإصابة محمود طاهر، او ربما فضل كولر ان هو يبعده عن الشيبي. فطبعا طول المباراة يبحث الشيبي عن حسين الشحات، ربما هذا اسقاط فكاهي من جانبي يعني. ولكن ساب اليمين وراح الشمال، اتحدث عن الشيبي. وتذكر الشيبي صفعة يوليو العام الماضي فركله في يوليو هذا العام، واحد اداله بالقلم والتاني اداله بالرجل، قال لك اخلص يعني. وطبعا بعد المباراة عند الشيبي لعيب كبير قوي ولاعب دولي مغربي حاجة سوبر، اتحدث عن مستواه الفني، ولكنه لاعب مستفز. وانا قلت الكلام ده كله لما كنت بعلق على السوبر في الامارات، لما الشناوي اصيب وطلع الكرة بره، لحقها قبل ما تطلع بره، طبعا هو طلعها بره عشان الجهاز الطبي يخش، لحقها الشيبي قبل ما تطلع بره وعايز يخش عشان يجيب جون باستفزازية شديدة، وهو يعلم ان الشناوي بيرميها بره عشان يتعالج يعني. فهذا نوع من انواع الاستفزاز، لكن يبدو ان الشيبي ايامه في بيراميدز اصبحت معدودة، وفقا للكلام ان هو ربما ينتقل الى دوري خليجي. طيب عايز الحقيقة اقول كلمتين في حق وسام ابو علي، كان انا قلت المرة اللي فاتت ان وسام ابو علي هو يعني صفقة رائعة رائعة للنادي الاهلي قولا واحدا، واختيار موفق، واللي اختاره لازم نعمل له تعظيم سلام. احنا قلنا طبعا اخونا بودست كرم الله وجهه، يعني حاجة يعني صعبة جدا جدا، وانتقدنا بشدة هذه الصفقة اللي كلفت النادي الاهلي 1,800,000 دولار. لكن هذا الولد اللي كلف النادي الاهلي 1,000 وتات بمية مودست يعني. فانا عايز اقول انه الولد جه في يناير، اتحدث عن وسام ابو علي، يعني راتبه 300,000 دولار، التاني بياخد 1,800,000، يعني حاجة صعبة جدا جدا جدا. مهم وسام اللي جه في يناير بدأ يقترب من هداف الدوري اللي بدأ من أول الدوري، وده يوريك الكواليتي بتاعت هذا اللاعب. يعني لو بصيته كده قدامكم هتاكد مايلي بتاع بيراميدز هو هداف الدوري حاليا 14 هدف، حسام أشرف بتاع بلدية المحلة 12، وبعدين مابولولو 11، وسام أبو علي 11، ياو النور 11، صديق أجول 11، وبعدين حسام حسن بتاع سموحة 10، مصطفى زيجو بتاع زد 10، أحمد سيد زيزو بتاع الزمالك 9، محمد سالم بتاع المقاولين 9. إذن يستطيع وسام أبو علي اللي جه في يناير إن هو يزاحم على لقب بطولة الدوري، هو ده المهاجم اللي أنت تدور عليه. طيب
طبعا كلكم عارفين ان طاهر اثناء التسخين هو كره مشتركه في التسخين اتلوى انكلو بتاعه طلع خلاص بره، وطبعا تم الاستعاضه بيه وما عندوش حظ. لكن انا قلت هنا امبارح ان ربما يكون اختيار كولر لطاهر ما طاهر، لان طاهر هجام، انا قلت ده امبارح. ولازم احيي كمان الكابتن طارق العش اللي كان موجود هنا امبارح هو والكابتن مجدي عبد الغني. كابتن طارق العش قال هيلعب خالد باك يمين لانه كان شاطر قوي في المباراه الاولى اللي هو خالد خالد عبد الفتاح، تمام. وطبعا يعني كان يعني توقع كوتش، هو كوتش يعني. طيب سمعنا كلنا مدحت شلبي والمدح في النادي الاهلي، واللي ما يعرفش مدحت شلبي يعرف ان هو اهلاوي حتى النخاع. مدحت شلبي بيقول لك مفيش فريق لعب قصاد الاهلي وقدر ان هو يحصل على الثلاث نقاط، اكيد طبعا لان الحكام بالرشاوة وبالمحسوبية وبكل حاجة وبالزور وبالغش، ومفيش لعب نظيف، بدليل ان بيراميدز كان ليه ضربة جزاء صحيحة واتلغت. وبرضو حكاية الشحات اصله ضرب قلم السنة اللي فاتت فحب يردها في رجله السنة دي. الكل ماشي على النغمة دي عشان يخففوا الحكم من حسين الشحات، لكن حسين الشحات ده ما يمنعش ان هو ما عملوش حاجة غير ان هو بس دخل عليه بالكرة. ليه دايما بنقول ان هو داخل قاصد ان هو يبطل كورة، وهو قاصد ان هو يكسر رجله، وهو قاصد ان هو يبعده عن الملاعب وكل الهري ده كله. وفي الاول خالص كان بعيد عن السلام الجمهوري، مش كان في الطابور، مع ان حسين شحات نفسه ما كانش في الصف بتاع الاهلي، وامام عاشور كان بيقول له ما تسلمش على الشيبي، وكان بيقول لاي لاعب في الاهلي لو سلمته على الشيبي هبلغ الشحات. يبقى باي وش عايزين الشيبي يقف في الطابور ويسلم على واحد واحد من لعيبة الاهلي؟ هو انتوا فوق البشر يا اخوانا، عايزين نفهم بس، انتوا اللعيبة بتاعتكم فوق البشر ولا انتوا حاجة تاني؟ ما اللي ما تردوش على الناس ما تردوش على نفسكم، ما تردوش على الناس، ولا انتوا احسن من غيركم؟ مؤلهين نفسكم ليه؟ احنا مش عارفين. هنروح للاخ حسين الشحات وقضية تانية، بيقولك هرفع عليك قضية. مين؟ لاعب الزمالك السابق حسين الشحات يعلن الحرب على نجم الزمالك السابق. تصاعدت حدة التوتر بين نجم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات ولاعب الزمالك وأنبي السابق أسامة حسن بعد التصريحات الأخير المثيرة للجدل. إيه هي القصة؟ كتب لاعب النادي الأهلي حسين الشحات على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: حاضر عيني الاثنين، هرفع عليك قضية وحسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعدما تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسامة حسن قال فيه إن حسين الشحات غير جدير بأن يكون قدوة للرياضيين المصريين، مشيرا إلى أن كل الناس تنتظر اعتزال حسين الشحات. الراجل ما قالش حاجة غلط، هو لما يقول إنك أنت غير جدير بأن تكون قدوة للرياضيين المصريين أنت ترفع عليه قضية؟ يا سلام، ده إيه البجاحة دي يا أخي؟ يعني أنت قليل أدب وبتشتم وبتسبب الدين وبتشتم بالأم، وانت مش عايز حد يقولك انك انت مش قدوة؟ انت اصلا مش محترم، انت ولد بلطجي. هو المفروض كان يقول الكلمتين دول، ما يقولش بس انك انت مش قدوة للرياضيين المصريين، لا، انت عايل بلطجي، انت عايل قليل الادب، انت عايل ما تنفعش اصلا تبقى في الملاعب. مشيرا الى ان كل الناس تنتظر اعتزال حسين الشحات. اثرت هذه التصريحات غضب الشحات ودفعته الى التوعد باتخاذ اجراءات قانونيه ضد حسن. يا سلام، ده على اساس ان هو ماسك القضاء. جدير بالذكر ان حسين الشحات شارك في فوز فريق الاهلي على حساب بيراميدز بهدف دون رد في قمه مباريات الجوله 31 من الدوري المصري يوم الاثنين على استاد الدفاع الجوي.
والمباراة شهدت تدخلا قويا في الدقيقة 78 من محمد الشيبي على أقدام حسين الشحات. هو الولد داخل على الكورة اللي انتوا يعني اللي شاف الماتش يبص عليه، هو داخل على الكرة وحسين الشحات حتى تاني رجله علشان ما يجيش عند رجله، لانه كمل الماتش الكل يقولك داخل على رجل حسين الشحات وكان ممكن يبطله كورة. طب على الاقل كان حسين الشحات وقع على الارض وطلب ان حد يسعفه، لا ده حسين الشحات كمل في الكورة والولد اتطرد. الولد اتطرد ليه بقى؟ لما راح الحكم الفار قال له يظهر ان في مشاكل بين اللاعبين دول، ففيش داعي ده يقعد في الـ في الـ في المباراه، فطلعوا بره. فطلعوا بره، ما هو حكام مرتشين، هما جايبينهم اصلا مرتشين في بلدهم، فالطبيعي انهم يبقوا هنا مرتشين. يعني كان مديله بطاقه صفراء رجع وراح اداله البطاقه الحمراء. ده محمد الشيبو. فاحنا بنقول لكم لو هو كان يستحق البطاقة الحمراء من الاول كان الحكم اديها له، كان اللاعب اللي هو حسين الشحات كان وقع على الاقل على الارض وطلب الاسعاف. الضجة اللي انتوا عاملينها على السوشيال ميديا وعلى الشاشات وفي الدنيا كلها كان هيبطلوا كورة، كان عيل قليل ادب بلطجي يبطل كورة. مين ده اللي هيبطل كورة؟ ده ممكن يعمل لك افلام. فهي دي القصة اللي احنا ماشيين فيها ليل نهار. والاخ مدحت شلبي بيوجه رسالة لمحمد الشيبي بيقول له انت لاعب مستفز طول المباراة بتبحث عن الشحات. الاهلي هو الاهلي، وانه يصعب على اي فريق ان يحقق انتصارات على الاهلي. طبعا ما هو لازم، ما فيش حد يقدر يحقق انتصارات على الاهلي، لان الاهلي مع اتحاد كره، مع اعلام، مع لجنه تظلمات، مع لجنه مسابقات، مع رابطه، مع منظومه كامله، مع حكام، مع شاشات، مع شركات رعايه. فمش معقوله كل ده هيبقى مع النادي الاهلي ومش هيكسب. مش ممكن يكون النادي واخد كل ده مكوش على كل ده وبعدين مش هيكسب ومع ذلك بيكسب بالحكام. شوف ازاي. فبيقولك قال ايه، الاهلي هو الاهلي، يصعب على اي فريق ان يحقق انتصارات على الاهلي، وان مباراة الاهلي وبيراميدز اثبتت ان الاهلي هو البطل. يا ولد ده انتوا بهدلتوا رمضان صبحي علشان كان هيبهدلكم في المباريات باللعب النظيف مش بالشوشرة وقلة الأدب. باللعب النظيف نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نقعد الولد ده؟ لا، نلفق له تهمة المنشطات دي، وعلى بال ما يخلص الدوري تكون القضية اتحكم فيها ويكون هو تعب اصلا من القعدة، ما بيتمرنش مع اصحابه، يبقى لياقته البدنية مفيش، يبقى حالته النفسية تدمرت، يبقى قضينا عليه، يبقى قضينا على اللعب. رمضان صبحي كان هيبهدلهم، بمعنى هيبهدلهم في بيراميدز، لكن قالوا لك ايه، خلوا ماتشات احنا في الاخر لغاية ما نرتب قصة رمضان صبحي، وهيبان بعد كده نتيجة التحقيقات لرمضان صبحي، واحنا قاعدين منتظرين نتيجة التحقيقات اللي اول واحد طلع وكشف عنها الاخ احمد شوبير اللي قاعد في بيته دلوقتي وما حدش بيحاسبه على البلاوي والمصايب اللي كان بيعملها من ساعة ما ظهر. واحمد دياب اللي لغاية دلوقتي محدش عارف اتعامل معاه ايه، فين التحقيقات؟ مفيش. ليه؟ لان وزير الشباب والرياضة هو القائم على التحقيقات، وسلم لي على المنظومة الرياضية في مصر.